حمل دار 20 سنة يودي حجاج البيت الله، وعنده طفيل صغير. يبا شو وقت تاخذني البيت الله؟ قال لي يبا لما تكبر. قال لي يبا انا بدي اشوف بيت الله. لما صار 5 سنين، 5 سنين سوى له موافقة وخذاه وياه، هو حمل دار، خذ الوليد. الوليد الدرب كله يبا اشوف بيت الله. قال لي اي يبا، يبا ادق باب الله ويطلع لي اسلم عليه، ارد ابو سيده، ارد اقعد معه. طفل بعد يتصور بيت الله شنو هي، فدبيت وندق الباب ويطلع لنا ونسلم عليه. قال لا انا ارد احب ايد الله، انا ارد اقعد يمه، ارد اقعد على حضنه. والابو مشيها عليه، اي ان شاء الله يبا، ان شاء الله يبا. لما وصلوا مسجد الشجره احرموا الولد، غسل ولبس احرام، هو طفل عمره 5 سنوات. ان شاء الله كلكم تشرفون في بيت الله الحرام ان شاء الله. لما دخلوا من الباب الكبير يريدون يوصلون للكعبة، الكعبة صارت قبالهم. ان شاء الله كلكم تصير قبالكم ان شاء الله تعالى، بركة دعوة الحاج محمد. فصارت الكعبة قبالة، فهذا يعرف بس وصل الكعبة قال الحمد لله الذي عظمك وشرفك وأعلى مقامك. الولد باوع يبس طاح مات، الطفل مات. فهذا الحج قال له إلهي صار لسنتين يلهج يريد يجي لك، وتفجعني لما أوصل لك، أنا ضيفك أنت تصيبني بهالمصيبة. يعني طفل هذا يموت بعد ما وصل للبيت، بعد ما لزم البيت، والله بعد ما أحرمت ولا أجيب لك حجي، فك الإحرام ماله واخذ وليده وأصابته مصيبة. يعني غسلوا الولد دفنوا، بس الأبو ما هو راضي، الأبو متأذي. لما نام وإذا بشخص على رأسه، قال له يا حجي فلان ليش أنت متأذي؟ قال له مصابني الله وجبت الولد ومات بعد ما وصل بيت الله. قال له أنت كان قصدك بيت الله والله وصلك لبيته، بس وليدك كان قصده ذات الله. الوليد شنو قصده؟ مش قصده بيت الله، قصده رب العالمين بالذات. فلذلك انت وصلت لبيت الله والله اخذ وليدك عنده. ولو تدري الان ابنك محاط بالملائكة وضيف على الله هذه الساعة لما حزنت لحظة. فرأسا جلس لبس الإحرام وصاح لبيك اللهم لبيك. إذن إحنا ما ندري، أكو مصائب رفع الله يريد يرفع بيها الإنسان،